وصلنا لفقره اللعب مع الستات. وطبعا انت اول مره تلعب معانا، هلعبك مبسوط يعني مش عارف ايه الموضوع بس هنفاجئك هنفاجئك. دي اسمها انت وحظك. هتعلم على اي رقم من دول انت تختاره، وهنفتح الواحد من المربعات دي اللي هو بنفس الرقم ونشوف الحكم اللي الحكم هيبقى ايه. تمام. وهتنفذه وهتنفذه. سهله سهله. مش وانت لما تسمع جمله اللعب مع الستات اول حاجه تيجي في بالك ايه؟ مع الهوا؟ احنا عايزين تقلقت تقلقت اكيد جمله حلوه يعني ما تنزلقش في السؤال ده انا بحذرك قصدك اكيد حاجه حلوه يعني. لا كنا عايزين نتكلم زي ما شريقه قالت في اخر الفقره اللي فاتت انه قصه زواج ناجحه ما شاء الله، قصه حب 4 سنين وجواز 22 سنه كده او حاجه كده. احكي لنا شويه ازاي بدات عقبال ما نقي الرقم ده. مشوار طويل قوي. احكي لنا كده. يا فاكر النظره الاولى، اول نظره بينك وبين دينا؟ كنا في حفله واحد زقني فزقيتها قمت موقعها في البسين. لا بجد؟ اه والله. لا حقيقي كلام. النعمه دي القصه الحقيقيه. وبقى طلعت اتخانقت معاك؟ لا طلعت وبتاع فصالحتها ومش عارف ايه وبتاع وخلاص. وبعدين؟ اعتذرت لها بقى تاني يوم، تقابلنا تالت يوم مشيت. كنت بتعتذر، انت مشيت اعتذر. مشيت القصه يعني. هو ده الموضوع. يعني ايه انت واحد زقك فانت زقتها وقعتها في الميه؟ اه بس كنت يعني كانت هي صاحبه ناس صحابنا كويس بس ما كنتش اعرفها يعني. فواحد بيزقني كنا في حفله فوقعت في الميه فصالحتها وبعدين قعدنا كده بقى ايه سنتين كده وبعد كده قابلت مامتها. يعني صالحتها زي وهي مبلوله وشعرها بايظ ومكياجها بايظ خلاص. لا 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 قلت لها ايه يعني؟ لا كانت حفله بسين وبتاع يعني. كان بول بارتي الحفله اصلا انتوا كنتوا مجهزين، انت لابس شورت هي لابسه كده. طيب انا اخترت 2 يلا وربنا يستر. ورينا صوره ليكي وانت صغيره. ما عنديش على الموبايل. ما عنديش اكيد. ما عنديش على الموبايل. لا ما بس انت صورتك كنت صغيره. مسحت كل تاريخي الاسود من على الموبايل. ما عنديش اي حد. ممكن تجيب البوم الصور وتفتحه وتتفرج على صورك وانت صغير مع الولاد يعني اللقطه دي ممكن لا لا, لا 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 دي في البيت بقى هم يعني ما عنديش الهوايه دي يعني. ممكن لو خبطت في صور كده اتفرج عليها. ما عندكش صور؟ ما عندكوش صور مثلا في لفرحكم للولاد اول ما اتولدوا؟ في عندي بس يعني دينا اللي عاملاهم ومجهزاهم وكده. ما تفتحش انت الحاجات دي وتتفرج عليها كده؟ انا مش منظم خالص بصفه عامه يعني. يعني لو في صور انا شايلها ممكن انسى هي فين، ممكن تروح. طب قول لي الاول مين عشان تختار. كابتن يلا. طيب انت وقعت دينا واعتذرت لها وقعدت تعتذر لها. لا هو وقعها دبل ميننج، وقعها في البسين وقعها في جنبه. واضح. ورحت بعد كده بقى بعد سنتين اتكلمت مع مامتها. بعد سنتين. السنتين دول انتوا بتخرجوا مع بعض وبتحبوا بعض وبتقابلوا بعض وكل حاجه. وبين قعدتوا 4 سنين مخطوبين؟ لا مش مستعد خالص خالص. مش مستعد للجواز؟ قالت لي عندك شقه؟ قلت لها لا. عندك مش عارف؟ قلت لها لا. عندك شغل؟ قالت لي لو عندك اخت ترد لها بكده؟ قلت لها لا. اه والله العظيم. هي هتعمل ايه؟ قلت لها بس واضح ان هي دعمتك جدا جدا جدا. انا علاقتي بيها رهيبه جدا، هي ست عظيمه الحقيقه. حبيبتي جدا يعني. صبرت بقى عليك واستنت وكده لغايه ما في حاجه خالص. كانت الدنيا مفيش. طب ايه السر؟ يعني ايه السر في انه امسك الخشب ما شاء الله لا قوه الا بالله انه الجواز يستمر 22 سنه ويفضل الحمد لله الحمد لله جواز هادي وناجح؟ السر في ايه؟ يعني الراجل يعمل ايه والست تعمل ايه؟ كل واحد يمشي على عدله الثاني. يعني انت ما تدورش على حاجه مش موجوده. فاهم قصدي؟ يعني ما تاخدش واحد مثلا عنده مثلا طموح فشغال 5 حاجات فكل يوم تقول له ما عندكش وقت، القصه، الظروف بتاع، خلاص هنا الدنيا هتفك من بعض. وانت ما تاخدش مثلا واحده هي ما عندها نقص في 3 حاجات تقعد طول عمرك تطلبهم، عمرك ما هتلاقيهم. انت عارف ده عشان انت مش عنيد. انت انسان يعني متكيف او بتحاول تتكيف. لكن في ناس عنيده سواء راجل او ست بيبقى اللي مش عنده هو اللي عايزه او هو اللي بيدور او لا لازم يحصل. ما انت كمان ما عندكش. يعني انت انا لو معايا واحده بتسالني على 4 حاجات مش عندي في ظرف شهر هزهق منها وهنطلق. صحيح. صح ما هو مش عندي. ما تقعديش زهقيني طبعا، ما تقعديش تحبطيني في 7 حاجات استمتعي بيهم. فانت برضو ما تطلبش المستحيلات يعني. صح. انت بتطلب الحاجات كله في كله في نواقص في الاخر يعني. صح. كله مفيش حد كامل. صحيح. فكله في الاخر ناقص. فالمهم ان انت الناس تدور على عدد بعض يعني. صح. طب علمنا على الرقم اللي انت عايزه وقول لي انتوا قعدتوا 4 سنين مخطوبين يا كابتن. القلم تحت اهو. قعدتوا 4 سنين مخطوبين؟ اربعه
حوالي كتير شويه اربعه ليه؟ كانوا صغيرين قوي ده انا اتسرعت يعني لو جت ليلى دلوقتي قالت لك يا بابا انا عايزه اتخطب بس هو مش جاهز ومش هنتجوز قبل اربع خمس سنين، بس احنا لما جينا اتجوزنا اتفقنا ان احنا هنأجل الخلفة شوية فترة وأجلتوها فعلا؟ الحمد لله. يعني ياسين جه بعد 9 شهور لما اتجوزنا لا أجلتوها والله يعني كنتوا متفقين انكم تأجلوها وما أجلتوهاش ولا يوم ولا دقيقة ولا دقيقة هي عوضت الخطوبة الأربع سنين والحب سنتين في 6 سنين تفهمنا فيها جدا وعلى طول هي اعتبرت نفسها بقالها 6 سنين متجوزة فخلفت على طول مفيش مشاكل طب أنا قول لي كده أخبار الصوت والحنجرة إيه؟ لا لا ضايع الصوت والحنجرة إيه؟ هيغني؟ ضايع ضايع إيه ده؟ غني أغنية تبدأ بكلمة الليل غني وخلاص إحنا كمان هنتحكم إيه الليل ده؟ الليل المشكلة أنا مش حافظ الكلمات يعني لو ولا غنوة؟ أنت مش رومانسي خالص أنت بتسمعش أغاني خالص؟ يعني ممكن تقولي لي أي حاجة كده أفتكر يعني ممكن الليل الليل الست أم كلثوم بس الليل وسماء ونجوم وسهر سهر وسهر إحنا كمان صوتنا وأنت وأنا يا حبيبي الله برافو قال لك ما بقولش الا حاضر برافو عليك انا بقى ربنا يستر والله الاغنيه دي بنعملها بفلوس تفتكر اول جيران احنا جيران تفتكر اول شغلانه اشتغلتها بعد ما خطبت على طول اكيد تحمست جدا او بعد ما والدتها قالت لك اوكي انا هديك فرصتك ووقتك اكيد حسيت ان عليك مسؤوليه كبيره جدا ولازم يعني تكون قدها كنت بشتغل في العربيات اول حاجه اشتغلت فيها في العربيات في تجاره العربيات يعني كنت بشتري وابيع عربيات لان انا عاشق يعني انا بحب العربيات بطريقه كبيره ايوه جدا. انت من هواياتك كمان العربيات القديمه والحاجات دي لا مش القديمه الجديده بجد بتحب الشغل ولسه بتحب يعني لسه ممكن تبيع وتشتري كتير عربيات ولا خلاص استقريت العربيه اللي معاك تعجبك وخلاص والله بصي بحب بس انا الموضوع ده اتكلمت فيه قبل كده اتقطعت على السوشيال ميديا يعني انا بحب العربيات وبس ممكن يكون بني ادم عنده هوايه العربيات يحب يعرف انواعها صح. يحب يعرف موديلاتها امكانياتها بصي كل واحد يعني انت مثلا ممكن تكوني بتحبي الالماس شيري مثلا بتحبي الساعات صح كل واحد عنده نقطه ضعف يعني لما تيجي تقول مثلا ايه لو ربنا كرمني بقى معايا فلوس انت بس تقولي انا بحب البيوت ايوه انا بحب اللبس انا بحب العربيات وكنت بتتاجر في العربيات وتجاره العربيات دي كانت بتدخل لك دخل محترم تقدر بعد كده ان انت تكون بيه نفسك وكده يعني طبعا كانت بدايه مشيت مشوار كبير طبعا ولسه بتشتغل فيه شغل لا خلاص يعني بطلت خلاص بقى ده هو لسه كان بيقول لنا كمان الراديو والتلفزيون طبعا اكيد انا عندي شغل بره الاعلام دلوقتي كمان طبعا عندكش وقت طبعا اهو انا 9 اخترت 9 عشان انا مواليد شهر 9 انت غني اغنيه 9 انت 9 برضه؟ انت عذراء؟ احنا كده كده عذراء. ايه ده احنا عذراء؟ 14 10 27 8 حلو اخر ممكن نخش في تورتايه واحده نخش في تورتايه واحده قولي يا دودو غني يا حبيبتي اغنيه اغنيه بعيد عن بعيد عنك حياتي عذاب لام كلثوم بعيد عنك حياتي عذاب انا لسه مغنيه يا جماعه ده انا ساعدت الكابتن بصوت معلق رياضي عشان اجود لك ازاي بصوت معلق رياضي؟ انا مش عارف بعيد عنك حياتي عذاب حياتي عذاب بعيد عنك اعملها ازاي بعيد عنك بعيد عنك بعيد عنك هيجي كل وشعر بعيد عنك يا حاجه حرام عليك احنا مش هنلعب اللعبه دي تاني اللعبه دي فاشله استنى ما اظبط الحاجات طيب طب انا عايز اقول لك حاجه انت ما تعرفيهاش بقى قول شيري وخالد في الوسط في الوسط يعني في الوسط بتاعنا يعني لان احنا ناس كتير صحابنا مشتركين يعني صح يعني المعلن قصه حب كبيره جدا اي صح طبعا والله وتقعد تتفرج عليهم في اي مكان طبعا. يعني انا اول مره بقى لا الحاجات دي على الهواء نقعد نتفرج عليهم كده والناس كلها تتكلم يعني حتى بكل اصحابها لا والله والله العظيم ما هو عشان كده بيتحزنوا ما هو عشان كده بنشوف بالوعي بقى وتين جدا وتجيب له شوف يشرب ايه وياكل ايه وتبقى وكده شفتي يا دودو اهو عشان معاني يا دودو عارفه ان انا ايه لا خالد جدع ربنا يحميك يا حبيبي سبعه اهي يا دودو طب بس انت برضه ما قلتليش قولي نكته تضحكنا بجد نعم يا غلسين يا لهوي قولي نكته تضحكنا بجد وما تقوليش مرة واحد بلع اللي مش عارفة ايه بقى ما احنا هنضحك وخلاص يعني ما تصعبهاش لا مش هقول لك
نكتتي المفضلة. نكتتها بقى قولي يا دودو يعني نص ساعة هتتحسن. يا بنتي قولي قولي الحلقة هتبقى. واحد بلع ريقه واحد بلع فوطة ريقه نشف. الله الله ضحكنا. حلو والله. برضه هرجع اسألك لو ليلى جت قالت لك أنا في واحد بحبه ومعجبة بيه بس إمكانياته مش مكون نفسه خالص مش مكون نفسه هنقعد حبة يا بابا كده على ما إن شاء الله نتخطب ونتجوز توافق؟ بصي هديكي أي رد دلوقتي في الهوا يعني أنا نفسي ما بخوض معاها كل التجربه هي هتبقى اصرارها ايه يعني الزمن اتغير وهو أنا هيبقى عامل ازاي ما هو انت وهو هيبقى عامل ازاي ممكن يبقى ما عندوش حاجه بس انت ترتاح له بجد وتبقى حاسس متوسم فيه خير بجد بس الزمن اللي احنا فيه بقى يعني هي بنسبه كبيره برضو هي رايها ايه يعني مش مهما تكون مهما يكون الـ الامور دلوقتي مش هتقدر تقنع واحده بنسبه 100% لو هي النهارده مقتنعه والامور هتيجي ومتمسكه وعايزه غير لو في حاجه بقى الموضوع في حاجه يعني خلاص مضطر تخش خناقه وتخش مشكله كبيره عشان تقولها لا خلاص دي قصه تانية لكن لو القصه ان انا لسه بكون نفسي والامور وبتاع اعتقد هيبقى في حديث طب يلا يلا اتفضل اختار رقم اللعبه دي مش تخلص ولا ايه يا ولاد دي لعبه مرهقه قوي ستة يلا يا دودو ستة حاضر انهي وقع ايه هو ده؟ هو انتوا حد قال لكم ان احنا في برنامج الكشف عن المواهب الغنائيه؟ هتمثل ولا اغني؟ لا دي جماعه مستحيله ايه؟ اوعى تقول اقول انا بقول لك قول لا ايه هي الموضوع؟ لا دي صعبه قوي غني طب نختار حاجه ثانيه اصل دي صعبه فعلا غني بالانجليزي على الطريقه الصعيدي طب بص اختار خمسه مثلا خمسة يلا خمسة مش هزعلك يلا دودو قولها 10 مرات الجملة اللي طول الوقت بتقولها في برنامجك بص في ورقتك احنا على مسافة واحدة وفي حتة تانية بص في ورقتك احنا على مسافة واحدة وفي حتة تانية بص في ورقتك احنا على مسافة واحدة في حتة تانية بص في ورقتك احنا على مسافة واحدة في حتة تانية بص في ورقتك احنا على مسافة واحدة في حتة تانية بص في ورقتك احنا على مسافة واحدة في حتة تانية بص في ورقتك احنا على مسافة واحدة في حتة تانية بص في ورقتك على مسافه واحده في حته ثانيه بص في ورقتك احنا على مسافه واحده في حته ثانيه بص في ورقتك احنا على مسافه واحده في حته ثانيه يعني ايه بص في ورقتك بتقصد ايه احنا كل واحد في على فكره مش في مجتمعنا بس كل واحد باصص في ورقه غيره صح يعني انت بتعملي برنامج صح همك كله تبصي برنامج واحده ثانيه بتعمله صح او 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 حاجه ثانيه عشان تنتقديها وتعترضي انت هتنجحي ازاي اما تركزي في برنامجك وتنجحي بيه وتظبطي فقراته فالامور هتمشي احنا صح. بقى في مجال الرياضه كل نادي ممكن يبص للنادي الثاني يبتدي مناوشات ده يتجاوز في حقه ده يتكلم عن ده يقول لك بص ده الجامل ازاي في التحكيم فطلع من هنا كلمه بص انت بص في ورقتك ركز في فرقتك ركز في النادي بتاعك ركز في حاجتك عشان تنجح صح. والمؤسسات اللي نجحت في مصر والانديه اللي نجحت هي اللي بصت في ورقتها صحيح هنقول كلام كبير قوي والله حكم والله اتفضلي هيك دور بس مش غير الشتيمه بس ها حالنا جميعا بتضايق يا كابتن يعني من حالنا جميعا مين ممكن يجي يقول لك انت اتشتمت النهارده في يعني مين الولاد دينا حد من زمايلك في الشغل فريق الاعداد ولا انت قايل لهم انا مش عايز اعرف محدش يجي يقول لي انا اتشتمت ولا انا بص دايما اللي ما بيحبكش بيجي يقول لك دايما يعني بجد بصي هديكي مثلا انت برنامج حصل لا قدر الله فيه مشكله في برنامجك مشكله هتلاقي الناس دايما اللي بتحبك هي اللي متابعاكي اللي بتكلمك شيري انت النهارده كنت لابسه حلو قوي النهارده برنامج حلو قوي هدي النهارده الدنيا كانت كويسه قوي كانت لطيفه قوي فده ممكن اما يجي يقول لك مثلا حتى اما يجي يقول لك ان في مشكله هتلاقيه يقول لك ايه ما تحطيش في دماغك ارمي القصه وتعالي في حد ما يكلمكش غير في كده كابتن شفت النهارده الدنيا شفت مقلوبه شفت شتموك ازاي فخلاص انا عارف دول بقى بتحطهم في انهي مربع في حياتك في انهي حته في حياتك ببقى حافظهم فبرد عليهم وبضحك اقول له انت قصدك الموضوع فلان يا عم ده بقاله كتير حتى لو لسه دلوقتي حتى لو مش عارفه بتحسسه ان انت القديم مش هديله اهتمام ان انت جيت لي بحاجه يعني عادي عشان ما تجيليش تاني صح صح 10 يلا 10 كابتن اهي بقى انت اللي قولي اكتر حاجه مش بتحبها مش بتحبها تحبيها بنفسك بكل صراحه اكتر حاجه مش بتحبيها ايه يعني في نفسي
سريعه الاشتعال. اول المصطلح مظبوط. عصبيه خلاص. ايوه تعرفي بعد السنين دي كلها من العشره عصبيه يا سيف. احنا الاثنين عصبيين جدا. لا خليك زي ما انت هادي. لا احنا الاثنين يا سيف عصبيين جدا. اوكي فاول ما عرفتها كانت تبصي لي تقولي ايه العصبيه اللي انت فيها دي؟ ما تهدي شويه مالك كده. هي بقى تقول لا انا مش عصبيه، انا بس عيبي ان انا سريعه الاشتعال. اوكي طبعا هي مش سريعه الاشتعال، هي نار على زيت حار. حرام عليك. وبقى ايه تولع بقى ممكن في المكان وفي البني ادمين وملهاش عزيز والغالي لما بتزعل. يا دود والله انا غلبان. طب انت دايما كده حيادي، انا عايزه برضه افهم يعني انت دايما كده في الشغل ما فاضلش غير نشوفك على الشاشه في اللقاءات دايما كده يعني ما شاء الله امسك الخشب يعني ما بتنفعلش يا كابتن سيف؟ بنفعل بس جوايا. جواك بس؟ اه يعني مش هنشوفك. انا مع نفسي يعني. يعني عمري ما حاسس نفسي ان انا يعني خسرت مع نفسي في اوضه. وقعت مع نفسي في اوضه. مش بالشخصيات اللي اكتب ان انا في محنه وان انا عندي مشكله وكده يعني. يعني ما تصورش ما تغضبش في البيت ما تتضايقش. اعمل كل ده بس مع نفسي يعني ما اظهروش. ما تزوروش حتى لو انا عندي ازمه، حتى لو عندي مشكله، دايما القصص اعديها بسهوله يعني. ادام ما حد يقول لي حاجه كله تمام. تقول لي يعني كله تمام دي يعني لا 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 الدنيا تمام وبتاع واضحك كده. دايما انت عارف كده. ان في سؤال كتير بالذات سيدات وبنات يسالوه يقولوا انت مش سنك صغير شويه على الشعر الابيض قوي ده؟ انا عندي 46 سنه. انت مواليد 75؟ اه 75. والشعر الابيض ده انت قصدته ولا لا هو شعر ولا هو كده جينات من اللي شفته من الكتم اللي جواك شفته؟ مع ان انت تبان انت هادي جدا ويبان عليك ان انت بتاخد الحاجات بهدوء وبعقل وبمنطق ومش سريع الانفعال ولا الاشتعال ولا العصبيه. فبيبيض ليه شعرك دلوقتي؟ هي عشان انت بتاخد الحاجات دايما مكتومه جوه نفسك. بس الناس دايما ما بتحسبش ان انت الموقف شفته 20 مره. يعني انت دلوقتي بتساليني مثلا على ايه؟ على ما بتضايقش لما الناس تشتمك مثلا على السوشيال ميديا. بتضايق من حته تروح لشتيمه او تروح لحته وحشه. ببقى زعلان لان في الاخر انت عندك بيت وعندك اسره وعندك ناس. طبعا فالقصه بتضايقني. بس انت برضه في عش الدبابير يا كابتن سيف يعني. انت في قلب الاعلام الرياضي وده عش دبابير كبير يعني، فاعتقد انك اكيد تعودت على لا خلاص يعني سنين النهارده كتير فالامور بتتغير. بس الامور ده ما انا عايز هدوء، حتى عايز هدوء في المنافسه. خلي بالك ان انت المنافسه الكومبيتيشن نفسها ساعات ممكن توصلك لمرحله ان انت لو مش ماسك على الارض قوي تلبس في الحيط. صح. يعني انا عايز اسبق فعايز اعمل حاجه بوم بومين جدا، فالبوم ده يضرب في وشنا بومين جدا، ده ممكن يوديك في حته صح صحيح انت مش عارفها. فدايما لازم تبقى، وانا دايما عندي قناعه، اصل انا يعني ربنا الحمد لله كرمني في حاجه ان انا كنت مسؤول، انا كنت عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وكنت اعلامي. فجربت ان انت قاعد ورا الكاميرا واحد بينتقدك. في فرق ان انا انتقدك، في فرق ان انا اخليك ماده سخريه انت واسرتك. صح. يعني ما تبقاش عارف تروح البيت. صح. فدايما وانا بتكلم على حد او بنتقد بني ادم شايف ان هو بيتفرج عليا وشايف ان هو قاعد ورا الكاميرا. صح. في مكان انت كنت قاعد فيه في وقت من الاوقات جدا، فحاسس فانتقادي ليه اللي هو يعني القرار ده ما كانش مظبوط، ممكن يبقى فيه تعديل في القرار، ممكن ما اقدرش بس اقول لفظ انت فاشل اداري، ما اقدرش. صح. دي ما اقدرش بس اقول لعيب كوره انت ما عندكش فكره، ما اقدرش. صح. ما اقدرش اسخر من اللعيب ولا اتريق عليه، ما اقدرش. واسوأ لحظات حياتي لو انا على الهوا وبتكلم في موضوع مثلا حتى وفلتت بيني في انتقاد او حاجه وحد بعت لي واتساب تتوتر؟ لا ما توترش طبعا، بس جوه نفسي لو انا شايف ان ده على غلط، يعني انا لو بنتقد لاعب بقول له لا المفروض كنت النهارده الموقف ده غلط. طب هل تعتذر تلحق نفسك؟ اعتذر في دقيقه لو انا غلطان. بالظبط. يعني لو انا غلطان اديك حقك، يعني ممكن واحد يبعت لي يقول لي كابتن انت ظلمتني هنا، انا الحقيقه كذا كذا كذا. فاقعد افكر فاقول فارجع تاني اقول على فكره انا جيت عليه، هو الراجل ما بعت لي عنده حق في دي. طب مين الحكم في البيت؟ انت ولا دينا؟ دينا طبعا. دينا طبعا قولا واحدا. انت لسه هتفكر. يعني القرارات اللي تخص الولاد سيف ولا دينا؟ دينا طبعا، ما انا مش موجود ابقى هو انت مشغول، ربنا يكون في عونك. يعني طيب. انا بشاركها اللي هو ان ماشي يعني ما تحكي لي حاجه طيب تمام، يعني مجرد ان انت موجود، لكن القرار طبعا قرارها هي طبعا. طب خلونا نطلع فاصل. واتش إت.